مشترك مع قناة ميجا تيوب. طيب ودلوقتي خلينا نبدأ بأول نقطة. وانا دلوقتي هقولك اول نقطة. اوكي اوكي تمام. النقطة بتقول واحد بيسأل واحد قال له اسمك ايه، فرد عليه قال له اسمي احمد صالح مصطفى، فقال له ليه هما كانوا متخانقين. ايه بايخة؟ طيب بايخة، قولي النقطة بتاعتك بقى. تمام. مرة واحد عدى العيب، خد العيب اللي بعده. ها كملي. هي كده خلصت يعني؟ مرة واحد عدى العيب خد العيب اللي بعده. خلصت يعني النقطة؟ أيوة. خلصت النقطة يا جماعة، ما بتضحكش خالص. النقطة بتاعتي انا بقى. اوكي. واحد بيسأل واحد بيقول له انت ابوك شغال ايه؟ قال له ابويا بتاع مروح. قال له يعني بيصلحها ولا بيبيعها؟ قال له لا، بيعدى علينا يطفيها واحنا نايمين. يعد عليهم كده يوم طاف المراوح وهم نايمين. لا دي حلوة. بس مرة واحد صاحب شركة بامبرز اتسجن، خرجوه بكفولة. كملي. اكمل ايه يا ابني؟ كان اتعمل ايه؟ مرة واحد صاحب شركة بامبرز اتسجن، خرجوه بكفولة. ماشي. انا بقى اوكي. في ولد طلع من الامتحانات بس كان سقط، فابوه بيقول له يا ابني لما انت سقط امال كل مره تطلع من الامتحان مبسوط ليه؟ قال له يا بابا انا الحق عليا ان انا مش بحسسكم باحزاني. كان هو بيطلع اصلا مش حالي كويس بس بيبقى مبسوط. طب عشان ما ي... طب ماشي مش حلو. مش حلو. طب قول انت بقى. اوكي يلا. ليه الخشب يتيم؟ ليه الخشب يتيم؟ علشان مقطوع من شجرة؟ صح. يس. انا بقى يلا. انا واحد بيسأل صاحبه قال له عمر كده ما حد جه مسي كده جامد وقال لك انا مش هسيبك؟ قال له قال له مين؟ قال له امي وهي بتضربني بتمسكني وبتقول انا مش هسيبك. جامدة. عجبتك؟ لا مش قوي. انت بقى الدور عليك. طب بص. طيب بص. مرة مدرس رياضيات عمل حادثة. حلو. الدكتور قال له في كسور كتيرة. قال الدكتور وحدوا المقامات. في واحد بيقول لأمه يا ماما أنا تعبان مش هقدر أجيب حاجة وأنزل الشارع. قالت له يا ابني ما انت ماسك الموبايل بتاعك من الصبح اهو. قال لها يا ماما انا تعبان مش مشلول. وحشة. طب قول انت. هاي وبعدين بس خلاص خلصت. قول. طيب مرة سدهية بتسأل صاحبتها انت منين؟ قالت لها من سيدي جابر. Look at the top of his من head. سيدي جابر. لا دي حلوة. دي حلوة. لا مش هكذب. لا عجبتني. حلوة جدا. أقول أنا بقى؟ أوكي. في واحد بيقول لأبوه إزيك أبو النسب؟ فأبوه قال له أبو النسب مين يا ابن الكلب ده أنا أبوك. قال له والله مش أنت متجوز أمي؟ يبقى ابو النسب عشان متجوز امه يعني وكده. حلوه. قول انت بقى. بص. مره اتنين علماء فضاء حبوا يشربوا شاي. راحوا كوكب نبتون. راحوا كوكب نبتون. مره اتنين علماء فضاء كانوا عايزين يشربوا شاي راحوا كوكب نبتون. طب ما علينا. اقول انا بقى. اوكي. واحد بيسأل واحد بيقول له هما ليه الدكاترة بيحطوا كمامات على وشهم وهما بيعملوا العملية؟ قال له علشان لو العملية دي فشلت محدش يعرفهم. ايه؟ وحشة برضو؟ طب قول انت بقى.
مرة واحد من ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداشر اتناشر مش هنخلص. احنا بنعتذر يا جماعة على النقطة دي، معلش اعتبروها ان انا متقالتش اصلا. اقول انا بقى ها اوكي. واحد بيقول لصاحبه يا ابن انا معايا فلوس لو ولعت فيها من هنا لسنتين قدام مش هتولع ولا هتتحرق. قال له ليه معاك كام؟ قال له معايا جنيه ونص فضة فمش هتتحرق علشان هي فضة فالنار مش هتاكلها اصلا يعني. ما علينا ما علينا قولي. ده على فكرة كل واحد قصد للتاني ما يضحكش، يعني قصد للتاني انه ما يضحكش. مش قصد، هي لو هتضحك انا هضحك وانت لو هتضحك هتضحكي. اوكي. مرة واحد قعد على قهوة طلب واحد كابتشينو. طب دي نكتة. قعد على قهوة طلب واحد كابتشينو. طب ما ده عادي. كابتشينو قعد على قهوة طلب كاوتشينو. قصدك راح قعد في بنزينة. هي عارفة لو اتقالت لو قعد على بنزينة وطلب كاوتشينو هتبقى أحلى. أقول أنا بقى. أوكي هقول. واحد بيسأل التاني بيقول له لما بتصحى الصبح أول حاجة بتعملها إيه؟ قال له أنا أول حاجة بعملها بقنع نفسي ان لسه بدري وبكمل نوم. ايه؟ طب قول انت قول. بس دي بقى هشرحها لك عشان انت مش هتفهم ايه معناها. ماشي. مرة واحدة اسمها هالة. هالة؟ هالة السودة يعني. ايوه. حطت كونسيلر ده بيخفي العيوب. حطت كونسيلر اختفى. طب حلو، دي حاجة كويسة. حاجة كويسة بجد. تمام، انا اتمنى لها كل خير. هقول انا بقى. اوكي. واحد بيقول لابوه بابا تعرف انك احلى اب في العالم؟ راح ابوه قال له مفيش هدايا. قال له لا ما شاء الله وذكي كمان. هي دي النقطة يعني؟ اه. طيب بص ماشي قول. مرة واحدة اسمها اسماء خبطت عربية. حلو. كل اسم راح في حتة. ألف سلام عليها، ألف سلام على أسماء، ألف ألف سلام. أقول أنا بقى؟ آخر حاجة؟ يلا، وهحط لكم لينك ميجا تيوب تحت في الديسكريبشن بوكس، روحوا شوفوها هتعجبكم. إن شاء الله هتعجبكم، في حاجات رعب جامدة جدا جدا جدا. خدوا النكتة دي ونختم بيها. واحدة بتقول لجوزها أنا حلمت إنك جبت لي عربية وأنا كنت سايقاها. فراح قال لها طب كملي نوم يمكن تعملي حادثه بالعربيه ونخلص. حلمت بقى ان هو جاب لها عربيه فبيقول لها كملي بحيث تعمل حادثه ونخلص في الحلم يعني. طيب اسفين جدا على النكت الباخره. معلش بنعتذر على الموضوع ده. يعني اللي عنده طبعا انا نسيت اقول في الاول اللي عنده ضغط او سكر او اي حاجه ما يشوفش الفيديو ده اصلا. يعني احنا جايين في اخر الفيديو نقول كده. معلش ما علينا، انتوا المفروض عارفين اصلا. تمام. طبعا كل اللي عند ماجد يجي برضو عندي. طبعا في قناتي متنوعة. روحوا شوفوها برضو، هنزل القناة عندنا احنا الاثنين. ودي اول مرة تحصل في التاريخ اصلا. واستنوا الفيديو الجاي هنعمله برضو مع بعض. وسلام. باي باي.